أهلا بكم، حلقة جديدة من السلطة الرابعة وجولة جديدة في المواقع المختلفة، نبدأها بالعناوين. في الاندبندنت البريطانية، الأمم المتحدة تقول السعودية أبلغتنا بإعادة تشغيل مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء. وفي الشرق الأوسط، اتهام لإنقلابيي اليمن بجني الأموال الطائلة نتيجة رفع أسعار الغاز. وفي المصدر أونلاين، حلفاء صالح يهاجمون الحوثيين ويقولون إنهم احتكروا الوظيفة وأقصوا الكوادر. مرحبا بكم. نشر موقع جاست سيكيوريتي المتخصص بالأمن القومي الأمريكي، نشر تقريرا عن تأثير الضربات الجوية الأمريكية في اليمن ومدى توافقها مع القوانين الأمريكية في مكافحة الإرهاب. يشير التقرير إلى وقائع زيارة نفذها الباحثان إلى محافظة مأرب شرقي اليمن مطلع هذا الشهر ضمن وفد غربي من صحفيين وباحثين دوليين. وقال الباحثان إنهما وفي وقت سابق من هذا الشهر قضيا عدة ساعات مع محافظ مأرب سلطان العرادة، وناقش بإسهاب وجهات نظره حول مكافحة الإرهاب والنزاع المسلح في اليمن. أضاف الباحثان أخبرنا العرادة بأن الضربة التي نفذتها طائرة بدون طيار في 2 نوفمبر وقعت في منطقة يمكن لقوات الأمن الوصول إليها. وقال العرادة طالما أننا قادرون على القيام بهذه المهمة بأنفسنا فسنقوم بذلك، في كل الأحوال ينبغي إعلامنا إن كنا نستطيع القبض عليهم أو لا، ينبغي عليهم إعلامنا. وقال العرادة نريد من الدولة أن تقف على قدميها وأن تأخذ كل مجرم إلى المحكمة، مضيفا أقول دائما إن المعلومات والإجراءات يجب أن تأتي من خلال مصادر الأمن المحلية، الآن لا يوجد أحد لمساءلته. وفي الاندبندنت البريطانية، أعلنت الأمم المتحدة أن السعودية أبلغتها بعزمها إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي ومينائي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة خلال الساعات 24 المقبلة. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات صحفية بمقر المنظمة في نيويورك، قال أبلغتنا السعودية بإعادة تشغيل موانئ الحديدة والصليف وصنعاء خلال 24 ساعة القادمة، ومن جانبنا سنراقب الوضع لنتأكد من ذلك. وأردف قائلا إذا حدث ذلك فعلا فستكون خطوة مرحب بها من قبلنا. وبعد مرور أسبوع من قرار إغلاق كافة المنافذ جوا وبحرا وبرا، استثنى التحالف العربي من الحظر الموانئ والمطارات الخاضعة للحكومة اليمنية الشرعية، واعتبرت الأمم المتحدة و14 منظمة دولية عاملة في اليمن في بيان مشترك اعتبرت أن إغلاق المنافذ أمام إيصال المساعدات الإنسانية هو إجراء قد يرقى إلى عقاب جماعي للملايين ويفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم. في ذات السياق، قالت وكالة الأناضول إن التحالف العربي أعلن أنه أقر إعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وذلك بعد 17 يوما من الإغلاق وتردي الأوضاع الإنسانية داخل اليمن. وقالت قيادة قوات التحالف في بيان لها إنها أقرت إعادة فتح ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية الطارئة وطائرات الأمم المتحدة الإنسانية اعتبارا من يومنا هذا الخميس حسب وكالة الأنباء السعودية. وذكر بيان التحالف أن قرار إعادة الفتح جاء بعد قيام التحالف بمراجعة شاملة لإجراءات التحقق والتفتيش المتعلقة بمنع تزويد الميليشيا الحوثية وأعوانهم بالأسلحة والمواد العسكرية التي يستخدمونها لإدامة العمليات العسكرية في اليمن. وإلى الشرق الأوسط، فقد طالب مسؤول في الحكومة الشرعية اليمنية
باتخاذ إجراءات قانونية رادعة وعاجلة ضد الشركات الموزعة لاسطوانات الغاز في المدن التي تقع تحت سيطرة الإنقلابيين، وتحديدا في إقليمي تهامة وأزال، بعد أن وصل سعر الاسطوانة في تلك المدن إلى قرابة 8000 ريال. وأشار القديمي للشرق الأوسط إلى أن التأخر في تنفيذ إجراءات رادعة لوقف سرقة الأموال يتحمله المواطن في تلك المدن، ويمكن الميليشيا من الاستفادة من هذه الأموال لتنفيذ أعمال قتالية ضد الحكومة الشرعية ودعم جبهاتها بما تحتاجه من عتاد ومال يساعدها في استقطاب المجندين من مختلف الأعمار، خصوصا أن الفرق بين ما يباع من قبل الحكومة للشركات وما تبيعه هذه الشركات في السوق يصل إلى 7000 ريال للإسطوانة الواحدة. إلى ذلك قال عبد الحفيظ الحطامي الناشط الحقوقي إن ميليشيا الحوثي تمارس أبشع عقاب جماعي بحق السكان في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها، وذلك من خلال التضييق عليهم في البترول والغاز المنزلي اللذين لهما تجار وأسواق سوداء وسماسرة يتبعون ميليشيا الحوثي، لدرجة أنها فصلت بين مهام شركتي الغاز ومؤسسة الغاز وأتاحت لتجارها وسماسرتها الإتجار في الوقود لصالح مراكز النفوذ في صنعاء. صحيفة الخليج الإماراتية تقول أن الأطباء أعلنوا أن 3 أشخاص فارقوا الحياة من جراء إصابتهم بمرض الخناق في اليمن، بينما حذرت المنظمات الدولية من انتشار هذا المرض في البلد الذي تمزقه الحرب. وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هناك تزايد في حالات الخناق بسبب انخفاض نسبة التطعيم للأطفال دون سن 5، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من عودة ظهور حالات الخناق في اليمن، حيث أدى انقلاب الحوثيين والمخلوع صالح على الشرعية وسيطرتهم على العاصمة صنعاء ونهبهم المال العام وتحويله لصالح مجهودهم الحربي، أدى ذلك إلى تدهور الوضع الصحي والإنساني في البلد. وفي مدينة الحديدة الساحلية لقي 3 حتفهم بسبب مرض الخناق خلال 24 ساعة، ما يرفع العدد الكلي للوفيات بالمرض إلى 17 حالة. وأشارت منظمات إنسانية إلى أكثر من 150 حالة إصابة بالوباء. تنقل صحيفة الاتحاد الإماراتية تحذير اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التبعات الكارثية لتفاقم أزمة في المياه النظيفة في اليمن، وأعلنت اللجنة أن مدينتي صنعاء والبيضاء انضمتا إلى قائمة المدن التي تفتقر إلى المياه النظيفة بسبب عدم وجود الوقود لتشغيل محطات الضخ. وأشارت المتحدثة باسم الصليب الأحمر إلى أن قرابة 2.5 مليون من اليمنيين لا تصلهم حاليا المياه النظيفة في مدن مزدحمة، ما يجعلهم عرضة لخطر تفشي كبير جديد للأمراض التي تنقلها المياه. وأضافت أن أنظمة المياه والصرف الصحي في ذمار وعمران تقدم حاليا نصف التغطية العادية فقط. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت أن 3 مدن في اليمن هي صعدة وتعز والحديدة لا تصلها المياه النظيفة بسبب الحصار الذي قطع واردات الوقود اللازمة لمحطات الضخ والصرف الصحي. أخيرا إلى المصدر أونلاين الذي يقول هاجمت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التي تتحالف مع حزب المؤتمر جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح، هاجمت جماعة الحوثيين وأحزابا تواليها أنشأتها الجماعة مؤخرا، وقالت إن الأخيرين يشقون الصف بعدم التزامهم بالاتفاق بين الطرفين. وذكر بيان صادر عن حلفاء صالح إن الممارسات التي تنتهجها جماعة أنصار الله في مؤسسات الدولة وأدائها السياسي والإعلامي الذي لا يوحي بتوجهات صادقة نحو الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتفعيل مبدأ الشراكة. وأدان البيان الذي نشره موقع المؤتمر نت وهو الناطق باسم حزب المؤتمر
أشار إلى احتكار الحوثيين للوظيفة العامة وإقصاء كوادر المؤتمر. وبحسب الموقع فقد أضاف البيان إن تلك الكيانات الكرتونية يديرها عدد من المتسكعين في دهاليز الارتزاق والخيانة، سواء عبر اللجنة الخاصة أو المتطرفين من المحسوبين على أنصار الله والمتاجرين بالمواقف مقابل الفتاة الذي يتفضل به البعض عليهم، سواء من أطراف متربصة في الداخل أو من قبل العدوان السعودي ومرتزقته بحسب البيان. نهاية جولتنا لهذا اليوم، السلطة الرابعة، دمتم في أمان الله.